نسمع كثيراً عن الأشخاص المميزين والناجحين سواء في محيطهم أو على المستوى العالمي، فهنالك المميزون بأعمالهم وهنالك من ميزتهم الشهرة، وآخرون تميزوا بالإنجازات التي حققوها. فهل هنالك سر خلف هذه النجاحات أم أن تميزهم كان محض صدفة؟ بالحقيقة يقول الخبراء إن هنالك فعلاً عدة مفاتيح بارزة للتميز يمكن للفرد من خلالها أن يترك بصمته الخاصة التي تخلد اسمه حتى بعد رحيله. والشخص الناجح رغم إيمانه بأفكاره إلا أنه ينهل من نجاح الآخرين واضعاً هدفه نصب عينيه وفق خطة زمنية مدروسة. وعند الاستماع إلى سيرة أحد الأشخاص المميزين سنجد أن أغلبهم يتحدثون عن واحد أو أكثر من الكتب التي أثرت في فكرهم وحياتهم، لذلك تعتبر القراءة من أهم مفاتيح النجاح والتميز. والأشخاص المميزون هم إيجابيون في جميع الأحوال ولا يظهرون فشلهم إن وجد، بل يتعلمون منه وينظرون دائماً إلى المستقبل دون استسلام، بالإضافة إلى كونهم أشخاصاً يؤمنون بأفكارهم ويكسبون الخبرة والفائدة من كل شيء يقومون به. وأخيراً يعرف عن الأشخاص المميزين أنهم لا يغيرون أهدافهم كل صباح كما يغيرون قمصانهم، لأن أهدافهم واضحة أمامهم، لكن هذا لا يمنعهم من تعديل استراتيجية عملهم أو حتى استبدالها. لنحكي أكثر عن هالموضوع معنا بالاستوديو الاستشارية التربوية نريمان عطية. أهلا وسهلا فيكي ويسعد صباحك دكتورة. أهلا يسعد صباحك. صباح الخير دكتورة. صباح النور يا هلا دكتورة. بدنا نبلش اليوم موضوعنا اللي اخترناه بجولة الصباح بأول فقرة، رح نحكي عن التميز. هل التميز، شو المقصود بالتميز بالبداية، وهل يوجد عمر معين لحتى يكون الشخص مميز؟ هلا بالنسبة للعمر المعين للتميز، هو حقيقة الطفل من أول ما انولد ممكن إنك تحس إنه في إنه يكون متميز يعني. سبحان الله، هي ممكن تدخل في موضوع الكاريزما، بدخل فيها كمان التميز. في شخصيات بتكون هي جذابة أو عندها كاريزما. نعم، كاريزما، فبتحسي إنه ممكن هي فيها جزء من الجاذبية. أو ممكن تعطيها مجال تكون متميزة. هلا بالنسبة للشخص المتميز إيش بيميزه؟ فهي صفات شوي متعددة يعني بنقدر نحكي فيها. مثلا خلينا نحكي شوي عن الصفات المتميزة، كيف التميز بصير. هل هو مثلا صحيح. الطفل فينا نلاحظ عليه انه هو متميز، وكيف بنعرف انه هذا الطفل متميز؟ هلا اكيد لازم في يكون اشياء معينه بيعملها. نعم، هلا اكيد لازم يكون هذا الطفل المتميز هو طفل ذكي، بيستطيع انه يعرف كيف يوصل لشيء بده اياه، فمن خلال تصرفاته وافعاله بتحس انه طفل ذكي. بالاضافه انه ذكي بيكون عنده شيء من الابداع وشخصيه قياديه حقيقه، انه يعني القياده بتلاقيها بتوصل للتميز. الفضول هو جزء. نعم، الفضول. يعني اذا كان فضول كثير بده يعرف عن كل شيء اكيد ممكن كمان يكون احد الصفات، ممكن يكون جزء من الصفات اللي اللي بكون فيها متميز. لانه الطفل الذكي اللي بسعى التميز دايما بيطلع على شيء الناس ما بتطلعوا عليه، يعني بيطلع على اشطر منه والاعلى منه، ملاحظاته بتكون يعني هو بيكون عنده سرعه بديهه. فهو كيف بده يحاول يصير مثلا مثل الشخصيه اللي معتبرها قدوه قدام منه، فبتحسه بده يصير زيه. فهذا الانسان فضولي، كيف صار هيك، كيف كذا، فبتلاقيه عن جد بيحس حاله انه بدي اتعلم منه كذا، يعني هيك امور يكتسب. فنعم يكتسب. دكتوره نريمان، انت حكيتي عن نقطه مهمه، الذكاء. ايش المقصود بالذكاء؟ هل هو الذكاء العقلي انه يجمع يحسب، او الذكاء العاطفي انه هو ذكي في التعامل، ذكي اجتماعيا؟ حلو. ممكن نحكي عن هالنقطه يعني بالذات، لانه يعني كثير بيكون في ناس عندهم مشاكل ولخبطه بين الذكاء توصيف العقلي والعاطفي. على فكره حلو كثير سؤالك، جميل. بالفعل هي بتعتمد على الاختيارين. هلا الذكاء مش شرط ذكاء يعني نحن بنحكي علمي. نعم. اللي هو في العقل وفي التفكير، في ذكاء الاسلوب يعني. نعم. هذا الانسان في عنده ذكاء زي ما انت تفضلتي، ذكاء العاطفي، ذكاء انه كيف بيقدر يوصل للي بده اياه باسلوب دبلوماسي. نحن بنحكي عنها هي صفه الذاتيه. نعم. بكون طفل يعني عنده وعي بالذات. هلا احنا نفقد لوعي الذات عند الاطفال قليل، يعني مش كل الاطفال بيعرفوا شو يعني بدهم. طبعا هذا بعود جدا لشغله رئيسيه اللي هي العائله. نعم. العائله ومين حول الطالب. صحيح. او مين حول الطفل. هلا في تشجيع لهذا الطفل، في ناس بيعطوه طاقات،
فبدخل فيها كمان صفة الإيجابية. فالشخص المتميز هو شخص إيجابي حتى من هو صغير، يعني بتحسي طاقته إيجابية. هلأ الشخص السلبي هو شخص بعيد عن الطاقة، بعيد عن الحركة، بعيد عن العلاقات. هلأ نحن أول صفة متميزة في أي شخص متميز سواء كان صغير أو كبير هو حصوله على العلاقات المتميزة، يعني الشخص له علاقات متميزة مع الكثير، يعني بيقدر يقنع أكثر عدد ممكن بشخصه. نعم. طيب يعني دكتورة خلينا نقول إنه اكتشفنا إحنا في هذا الطفل إنه بالفعل هو عنده صفات التميز، كيف فينا إحنا نميله إياها لهذا الطفل؟ شو الشروط أو شو البيئة اللي ممكن بالفعل نميله هذا التميز حتى يكون بالفعل يستمر فيه؟ حلو كتير. هلا في عنا شيء اسمه تنمية الذات اللي هي هلا التنمية البشرية وتطوير الذات. هلا هاي من الدورات الجديدة هلا نحن عم نشتغل عليها كتير حلوة حتى للكبار. نعم للكبار وللصغار. فكتير حلو هلا نحن ككبار بنحب نبحث عن هاي الشغلة. فكيف أنت لما تأسس هذا الإشي بالطفولة، لما تأسس للطفل وجوده كيف يبحث عن نفسه؟ نحن بندخل في موضوع التنمية الذاتية اللي هي بنسميه نحن التعليم الذاتي، كيف الإنسان يقدر يتعلم ذاتيا. فأنت بدك تخلق عند الطفل إنه كيف أنا أتعلم من نفسي، يعني اعتماد على النفس، كيف أنا أكون موجود، كيف أكون أنا. فنحن يعني في مجتمعاتنا سابقا الطفل ما كان يعرف شو أنا بدي، أنا مين، شو التربية، كان توجيه الأكثر يمكن للأهل، يعتمد كتير على الأهل. نعم بيعتمد على الأهل، وكمان أقول لك بتعتمد على الشخصية. يعني في ناس بيكونوا متميزين رغم انه اهلهم ما اعطوهم فرصه للتميز، فاذا يدخل فيها الانا الذاتيه. كيف انا اقدر اتميز؟ يعني لازم ركز على اللي هو التطوير الذاتي الداخلي الشخصي، لانه هذا الشخص اذا هو طور ذاته سواء كان صغير او كبير فهو اذا انسان عنده وجود، فهذا الوجود هو بيساعده انه يتميز. لكن نحن بنقول الاهل، المجتمع، المدرسه، كلهم عباره عن ترابط حلقة. احنا بتعرفوا معنى النظام سيستم، يعني كلهم بيكونوا زي ترابط مع بعض. اي خلل من هدول الأنظمة بالفعل انه بصير مشكلة عند الشخص بيهتز شوي ثقته. طب دكتورة خلينا نبلش بالمنزل، انت قلتي ثلاث حلقات متواصلة، الاهل واسلوب التربية القديم اللي بيعتمد على اساس انه الطفل المفروض يسمع كلام الاهل، ما يعبر عن ارائه ومشاعره. قدي هاي النقطة مهمة بتشكيل شخصية الطفل المتميز او الانسان المتميز بشكل عام؟ كتير برضو كمان انت عم تصلي معي نقاط كتير حلوة. انت شملتي نقطة اسمها الحوار الأسري. الحوار الأسري هو جزء رئيسي من إنه يعني الطفل يكون له شخصية وتتولد لدي الثقة بالنفس. إذا ما في حوار فإذا الطفل هو ما قدر يكون له وجود خارج نطاق الحوار. نعم خارج، لأنه هلا الحوار لما أنت بتعلم طفلك في البيت إنه يتحاور معك فهو بصير عنده ثقة بنفسه. يعني لما مثلا تستشيره بشيء معين في البيت، في لبسة، في طبخة، في تنظيم، في ديكور، في مثلا رحلة، مشوار أو أي شيء يعني مختص ممكن أنك تستشيره. هلأ بصير يتحاور معك فبقولك لا بابا ممكن كذا هيك. نعم فعشان هيك أنه هذا الطفل في مجال أنه إيش يصير عنده شخصية ثقة بنفسه. لما بيطلع على المجتمع البراني مثلا في المدرسة إذا كان مع الأهل عماله بيكون يعني بيحكي وبيعطي رأيه فبصير بالمدرسة نفس الشعور، بقول أنا عندي ثقة بنفسي صح. مش غلط إذا أنا حكيت رأيي. فإذا هو بصير يحكي رأيه ما بيخاف. برضو كمان في المجتمع هلأ الانطواء وعدم الحوار، الوجود الحوار والخوف بيولد عدم الثقة بالنفس. وجزء رئيسي من التميز الشخص أنه يكون عنده ثقة بنفسه. طبعا ما بدنا نقول لمرحله انه يصير فيه غرور وتكبر. نعم هذا الشيء بدنا نراقبه شوي اللي هي الاتجاه السلبي. نحاول دائما نعطيه تعزيز، بس برضو كمان انه انت معلش تكون متميز كذا بس لازم تكون متواضع، ولازم انت عشان توصل اصلا للتميز لازم تكون علاقتك مع المقابل علاقه معتدله فيها احترام، انك ما تشوف حالك على الناس اللي بتحكي معهم انك انت كتير يعني متميز عنهم احسن منهم. نعم يعني دكتورة بدنا ننتقل لمرحلة يمكن اليوم التميز خلينا نحكي في التعليم، بنشوف أشخاص بيكونوا عاديين كتير لكن في مرحلة معينة بالفعل ببلشوا يتميزوا، بصيروا عندهم فضول، بصير في عندهم دافع أكتر، ونشوفهم بالفعل بلشوا يتفوقوا حتى بمجال مثلا دراستهم. خلينا نحكي هلا بدراسة بعد شوي حنحكي بالعمل. شو السبب هون؟ كيف يعني فجأة هو ما كان مثلا عنده هذا الدافع فجأة ظهر؟ أتوقع هو في إشي اسمه عدم الوعي المسبق. هلا الأطفال بالمدرسة في أي رياض أطفال كل طفل بيكون متميز بشغلة معينة. هلا مشكلتنا
انه نحن ما بنشوف هذا الطفل بشو متميز، انه لازم الطفل يجيب 98، واذا كان بيجيب الاول على الصف بيكون احسن. تحصيل الدراسي كيف نعم جابه؟ التحصيل مش مهم، كيف جاب مثلا. هلا هذا الطفل تميزه مثلا في الحسابات، تميزه مثلا بالفن الرسم، بالرسم، بالرياضه، مثلا صحيح. بالاي تي، بالحاسوب، بالانظمه، يعني وين توجهاته؟ ما بنسال وين هذا الطفل متوجه. هلا الطفل بكبر ما بعرف شو توجهاته. هلا اذا في صار عنده وعي نتيجه ممكن امرين، الصدفه والتطوير الذاتي. شخص عنده طموح، طور، حاول يتعلم ذاتيا، يدور، لقى حاله بهالشغله. نعم. بما انه لقى حاله بهالشغله فاذا هو بلش وصل لنقطه الرئيسيه اللي هي راح توصله، فاذا اشتغل عليها نجح. بس دكتوره نريمان بيكون صغير هو الطفل، يعني ما بعرف لشو بحب او لشو بيميل، صحيح بتكون عنده رغبات معينه ولكن لسه ما بيكون قادر يقيم اذا تقييمه صحيح او لا، يعني ما بناخذ بعين الاعتبار العمر ايضا؟ بناخذ بعين الاعتبار طبعا العمر. هلا نحن لازم يكون في موجه. هلا نحن غيرنا نظام التعليم من زمان. هلا اذا يعني نحن بالنسبه لانظمتنا هلا نظام الالف كي اللي هو يعني نحو الاقتصاد المعرفي، كيف نقدر نفعل الاولاد انهم يشوفوا شو بيختاروا ويشتغلوا هذا الموضوع، يعني من هن صغار يعرفوا شو توجهاتهم، لانه هدفهم مني بالاضافه للدراسه العمل الفهم. فهلا الطفل لازم نحن نوعيه. هلا نحن وظيفتنا كأم، اب، معلم، مرشد، اي قرب من هذا الطفل، اي قرب من هذا الطفل، وظيفتنا نعمل له توعيه. انت تبحث عن ذاتك، تشوف انت وين. يعني في هلا ما شاء الله اطفال كثير شيء متميز، يعني مراحل عمرهم كثير صغيره، يعني ببلشوا من 13 و12 سنه و14 بكتبوا. نعم. بكتبوا، بنزلوا بالجرايد، بيعملوا شيء في النعم، مواهب، بيشتغلوا في الكمبيوتر، بيعملوا يعني بيشتغلوا عن طريق الانترنت، بيشتغلوا عن طريق شركات. يعني تحس الطفل لساته بالمدرسه سابق عمره. نعم سابق عمره. فهالدليل على انه صار في كمان توعيه. صحيح. بالاضافه لتوعيه الاهل، توعيتنا من خلال التكنولوجيا الجديده والثوره المعلوماتيه. صحيح. ثوره معلوماتيه كثير رهيبه، واصبح الكل بيقدر يوصل يعني المعرفة. صحيح. فهي بتساعد كمان على اذا ننتقل شوي نحكي عن تميز عند الكبار. يعني بالفعل كمان حكيت لك قبل شوي انه واحد بيكتشف حاله. هلا بنشوف اشخاص ما لهم بصمه بحياتهم يعني كلياتها، الا لما يكونوا بيوصلوا لعمل معين، بيشتغلوا بشركه معينه، بالفعل ببلشوا يتميزوا. بيكون موظف عادي، فجاه بتلاقي صار مثلا مدير، رئيس قسم الى اخره، وبلش بالفعل عم ينتج وعم يبين ابداعه وتميزه. شو السبب اللي مثلا كل هالفتره هي، نرجع نفسي يمكن المرحله اللي حكينا عليها قبل شوي، ما عنده شيء متميز خلى هلا بهالدافع هو كبير؟ هلا مرات سبحان الله الإنسان بيكون في مرحلة ركود. هلا هذا الركود بيعتمد على البيئة اللي محيطة فيه. هلا في شخصيات بيبدعوا من خلال شخص ممكن أعطاهم طاقة إيجابية، إلهام، أعطاهم إلهام أو دافعية، فتحت عنده الطاقة. إذا نحن بندخل في موضوع القيادة التأثيرية. هلا أنت كيف تقدر تأثر في الناس؟ ممكن تطلع إبداعاتهم. هلا القائد المتميز هو القائد اللي بيقدر يأثر في الناس ويفعل الإبداعات اللي عندهم، فبيكون وراءه شخص مؤثر. مؤثر بالإضافة إذا ما كان في شخص مؤثر بيكون هو، نرجع لنفس النقطة، إنه وجد نفسه، يعني ما كان عارف هو وين، حس حاله إنه مستمتع بهذا الشغل، وجد نفسه فيه. نعم. فلقى حاله إنه بالفعل هذا اللي أنا بدي إياه. طب دكتورة نريمان، كتير منشوف شخصيات مثلاً ما بتكون عندها لا مواهب ولا تميز، بعد مثلاً لما يصير عمره 15 أو يعني سن لما يكبر بتبلش تظهر هاي حالة طبيعية. يعني ممكن أي إنسان يمر بهذا الموقف، إنه أنا أكون إنسان عادي فجأة بتميز مثلاً بموهبة معينة، بقدرة معينة، كيف بيكتشفها أيضاً؟ يعني هل هذا شيء طبيعي؟ نحن دائما بنقول عمم تخطئ خصص تصب. في حالات يعني حالات استثنائيه الانسان من هو صغير الا بيكون في عنده إشي، بس بيكون هو شاعر فيه، بس مثلا الظروف ما ساعدته. نعم. الحياه مثلا ما ساعدته، هو نفسه كشخص ما ساعده، او مر في ظروف قاهره مثلا يعني خلته انه يصير بهاي المرحله. فاذا هو طلع من هاي القوقعه اللي هو كان فيها ممكن انه يوصل لشيء بده اياه. نعم. بس برضه كمان ممكن يكون في عنده شغله انسان بس هو ما كان عارف انها موجوده. أوكي. هاي بتصير. يعني مثلا في الناس بيكون عندهم ميول للكتابه، مثلا لكتابه الشعر أو كتابة خواطر أو أي شيء، رياضة، فن، بيكون هو مش مستثمرها.
يعني مثلا بيكون هو مشغول في مثلا طلاب المدارس، واحد مثلا شاطر ذكي كثير مثلا بالعلم علمي طول نهار بدرس يعني مش فاضي بس حط باله في الدراسه، بعد مثلا ما خلص دراسته اكتشف انه هو عنده ميول في هالشغله هاي، ممكن بالرياضه، نعم ممكن بطورة. نعم بالرياضه ممكن بالرسم، فانه احس حاله انه هلا هو فاضي نعم. يعني صار في عنده مجال انه يفكر شيء جديد، كان كل تفكيره يعني زي مسيطر في مكان واحد، هلا خلص صار تفكيره في عنده مجال انه يفكر باشياء تانية، انطلق من هاي الشغله، فاذا بتعتمد على زي ما حكينا انه حالات استثنائيه. طيب دكتوره حكيتي قبل شوي عن فن القياده ودوره ايضا في دعم يمكن الاشخاص الاخرين في اكتشاف يمكن ذاتهم اكثر ويمكن يتميزوا هدول الاشخاص، خلينا نحكي عن بالفعل اليوم دور القياده اكثر باكتشاف الاشخاص، وحكيتي عن دورات ايضا تنعمل اكتشاف الذات وتطويرها. نعم، تطوير الذات ويمكن الشخص يمكن هي ايضا من الوسائل اللي بالفعل تخلي الشخص ايضا متميز. بالفعل يعني هلا نحن التأثير القيادي في الحياة مهم جدا، فلابد من تطوير ذاتنا لشغلة القيادة من خلال التوعية التعليم الذاتي. ليه؟ لأنه هلا نحن القيادة نحتاجها في كل حياتنا، إذا كنت أنا ربة أسرة فأنا أحتاج إلى القيادة طبعا، لأنه كيف بقدر أتعامل مع زوجي ومع الأولاد إذا ما أنا كان عندي قيادة تأثيرية، لأنه أي شيء أنت بتعمليه بالأمر أو بالسيطرة أو بفرض الرأي ما رح ينجح، مفعوله قصير. نعم، بيكون مفعوله قصير. بالفعل أنت بدك تكسب الإنسان من خلال تأثيرك، يعني إذا حبك هذا الإنسان مستعد يعطيك اللي بدك إياه عشان أنت تكون راضي عنه وحابه. فالأم إذا كانت بدها أولادها يحبوها بدها تستعمل معهم القيادة التأثيرية يحبوها، فبصيروا يتعاملوا معها بس عشان هي ما تزعل، عشان هي مش أمهم. السلطة والسيطرة. نعم، مش السلطة والسيطرة. بالإضافة لكمان الزوج نعم. يعني ما بيحب المرأة اللي بتكون هي يعني مثلا أسلوب القيادي الظاهر نسميه، لكن القيادي التأثيري إنه هي تستطيع أن تصل إلى قلبه وإلى ما يريد أو ما يعني شو بحب بخلال تأثير بسيط حتى بدون انتباه. يعني فنحن كأمهات وكأباء برضو الأب نفس الوظيفة بيأثر على زوجته وعلى أولاده. هلا نطلع على مرحلة العمل. في العمل يحتاج الإنسان إلى القيادة. هلا أنا قد ما أكون لو كنت فرد فأنا أكيد لازم يكون معي في ناس، كيف بقدر أثر على الناس اللي معي صحيح. في عمل؟ صحيح، أنا جزء من منظومة مشترك. عمل يعني صحيح. في عندي زملاء نعم. ما بقدر أنا أفرض شيء ما بدي، لأنه أنا ضمن منظومة، وبالتالي هون يمكن بترجعي لموضوعك القائد أو المدير في هذا العمل قديش هو قادر إنه يكتشف كل شخص وقدرات هذا الشخص ويخليه متميز. بالإضافة كمان مش بس للمدير، الفرد اللي موجود في العمل نعم. يعني هلا أنا كفرد جزء من عمل، إذا كنت أنا شخص مش عارف أقدر أتعامل مع الناس اللي معي ما رح أنجح، لأنه هلأ أنا مش مثلا مش مدير، أنا جزء مثلا من شركة بدي أتعامل مع كل أفراد الشركة، إذا لا. كنت شخص مش عارف أأثر فيهم كلهم فإذا أنا ما رح أعرف أشتغل، يعني ما رح يكون شغلي ناجح. فإذا القيادة التأثيرية حتى لو ما كنت مدير أو ما كنت مسؤول تحتاج إلها لا. لأنه أنت بتأثر في الناس، فأنت لما تشتغل معهم لا شعوريا بصير كل اللي بدك إياه، كل طلباتك مجابة، تأثر وتأثير أيضا. نعم، تأثر طب وتأثير. دكتورة أنا ريمان بدي أعلق على شيء، بس كيف فينا نتعامل مع الأطفال اللي هلأ عم بيعانوا من قصف من حروب والظروف الصعبة اللي عم بتمر فيها أيضا المنطقة العربية وخاصة سوريا، كيف فيني أخلي من الطفل شخص متميز وما أخلي الأمور والعوامل البيئية تأثر عليه والظروف المحيطة؟ حلو كتير. هو دائما الإنسان لازم يكون في عنده طموح، يعني نحن بنسعى أنه نولد في كل شخص من هو صغير انه يكون في عنده طموح، في عنده اراده، في عنده تحدي نعم. لانه الانسان اذا ما كان عنده تحدي ما كان عنده اراده ما بقدر يوصل. وانا بدخل في نقطه يعني رئيسيه اللي هو تواصله مع ربنا، الانسان لازم يكون على تواصل مع روحاني. ربنا نعم. جانب روحاني شيء اكيد نعم. لانه تواصله مع ربنا راح يكون هو بيساعده كثير انه يكون عنده حسن ظن بالله، لانه ربنا قال انه انا عند حسن ظن عبدي فيه. فاذا الانسان يحسن الظن ويتوكل على ربنا وما في إشي ما بصير، يعني كل إشي بالدنيا ممكن الإنسان يحصله لكن بتعبه وبجهده، وبعدين ما في إشي بضل زي ما هو. الحرب بصير سلام، والفقر بصير غنى، اللي مش متعلم بصير متعلم. فإذا هي هاي ماشي مع التغيير كما النهر ماشي مع المي. يعني الجانب اهم شيء الجانب الروحاني، نعم تعزيز الجانب الروحاني تاسيس، يعني يكون على ترابط مع ربنا، يعني الانسان عارف انه هاي القدرات نعم. راح توصله يعني بارادته طبعا، والعمل العمل السعي التحدي وتواصله الروحاني مع ربنا، لانه هو ايمانه فيه انه راح يعطيه اللي بده اياه، والدعاء
بيوصل لهيك امور يعني. اكيد. طب بدنا نحكي اليوم عن باخر هيك جزئيه عن العمل، يعني بنركز شوي بالعمل نحن، لانه اليوم كثير مهم انه الشخص يتميز بعمله بيقدر ينجز. يعني كيف فينا احنا نعزز نحفز هذا التميز عند العاملين او الموظفين؟ نعم، هلا انا بالناحيه العمل اتوقع انه اذا كان بده يكون في نجاح لابد من التعامل الفردي في التاثير على الموظفين. يعني اذا كنت بدك تشتغل مع موظف عندك، تعامل معه بشكل فردي، لانه اذا انت بتتعامل معه بشكل جماعي راح ياثر هذا على تقييمه لنفسه. اذا اخطا او اذا عمل اي شيء مثلا قصر، راح يشعر قدام زملائه انه في مشكله. فاذا التعامل الفردي مع الشخص اللي بتتعامل معه هذا بيؤدي اول نقطه للنجاح. ثانيا التعزيز، يعني لابد من انه صاحب العمل يعزز الموظف. ممكن انه يخطا، لانه نحن انولدنا خطائين، يعني هذا الشيء هذا اكيد لابد انه الانسان يخطا بعدين. يعني هلا دائما انا بقول يعني ست البيت المطبخ اذا ما كان في جلي معناته هي ما بتطبخ، ما عم تشتغل قاعده ما عم تشتغل. فيعني الانسان اذا ما اشتغل يعني راح يخطئ، يعني بده يشتغل فبده يكون في انتاج، وبالمقابل في مشاكل وفي اخطاء. فنحن لازم نكون، اذا كنا قائدين لابد من يكون عندنا قدره للاستيعاب للموظفين اللي عندنا، ونحن بنرشدهم فردي، يعني بنحاول نكسبهم. فاذا نحن اثرنا فيهم انه هن عندهم قدره، عندهم ابداع، عندهم تميز، يعني كمان تعزيز انه كونوا متميز، انت مثلا كن متميز، مثلا يعني باللغه العاميه بيض وجهي بشغلك، بدي اياك قدها تكون كذا. فانت نعم فهذا الجزء من اسرار التميز. نعم. يعني وانك انت مثلا مقتنع في شخصيته كشخص، يعني انا بالنسبه لي انت موظف متميز، بالنسبه لي انت يعني شيء كثير مهم، تحفيز وهذا الشيء شخصي. صحيح. فممكن حتى يعني قائد العمل يستخدمه مع كل الموظفين. دكتوره نريمان، شفنا بالتقرير في البدايه عن شخصيات فعلا اصبحت مؤثره، مثل شخصيه صاحب الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي، قد ايه كانوا شخصيات جدا بسيطه اصبحوا شخصيات اصحاب رؤوس اموال واعمال ومهام جدا مهمه. قد ايه هاي النقطه مهمه، الانسان يكون شخص عادي بعد هيك يتحول لشخصيه مؤثره ومتميزه وايضا ابداعيه. يعني كثير كثير شيء مهم انه الانسان بالفعل ينتقل نقل نوعيه من شخص عادي لشخص متميز. وانا بقول يعني هي عباره عن لحظه فكره. الفكرة هاي هي تيجي زي وميض، فكرة تطلعي منها. فدائما بقول أنا الإنسان يبحث عن هاي الفكرة، وفي التطوير الذات شيء رئيسي ومهم إنه الإنسان دائما يغير تفكيره نحو الأفضل. يعني إذا حاط في باله إنه مثلا أنا ما بقدر أوصل، إذا أنت قلبت الفكرة هاي بتوصل. مثلا أنا مش متميز، فبتكون أنت مش متميز. فهذا الشخص كان في عنده فكرة وفعل هاي الفكرة وحاول إنه يوصل أكثر، يعني إنه أنا رح طبقها. يعني هاي نسميها نحن الطاقة الإيجابية والدافعية. عنده طاقة إيجابية لحتى يعني أوصل. ففي علم الطاقة بقول لك إذا أنت بدك إشي حطه قدام عيونك، طبعا انه مش حطه يعني على الواحد لازم يعني حطه امام عيونك، يعني خلي تفكيرك الدائم فيه مستمر. نعم. المستمر حتى يتحقق. فبتحقق الاصرار على تحقيق بتحقق الهدف، لانه انت حطيته، يعني حطيته في بالك راح توصل. وهدول الاشخاص من الشخصيات اللي بيكون موقف معين صار معهم. صحيح. عملهم احباط. شوف مرات الشيء اللي بحبط فيه الانسان بيكون هو الدافع لانه يطلع محفز. فهو احبط بشغله، شعر بالفشل، حكى انا لا يمكن اكون مثلا فاشل، انا هذا الاحباط ما راح ياثر علي. فهي اعطته الدافعيه انه ينطلق، وبالفعل انطلق. فبتوقع وراء هدول الاشخاص كثير من الاشخاص بالفعل علماء يعني فشلوا بمحاولتهم كثير لبعدين نجحت بتجاربهم، لو فشلوا لو نجحوا من اول مره يمكن ما صار هذا اكيد التميز. ما هو سبب دائما النجاح وراءه في فشل، ودائما بعد العتمه في ضوء. اكيد. دكتورة نريمان عطية، استشارة تربوية، أنت شكرك على وجودك معنا بجولة الصباح والمعلومات الغنية دكتور. حول التميز، وإن شاء الله تكوني معنا بحلقات قادمة. الله يخليك، شكرا وسعدت فيكم. وإحنا شكرا. مشاهدينا فاصل صغير، نرجع لنكمل معكم جولتنا الصباحية.